السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. تتسابق الأمم والشعوب المتطورة إلى العناية إلى الاهتمام بلغاتها والعناية بها وإعزازها ونشرها وكذلك الذود عنها في وجه التحديات الوافدة. فماذا لو كانت هذه اللغة تحوي بعدا قدسيا لا يتم فهم أصول الدين وغايته إلا بها، كما هي حال اللغة العربية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وعاء لأفضل كتبه ولسانا لخير خلقه صلى الله عليه وسلم. في حلقة اليوم من برنامج مقاصد نتحدث عن منزلة اللسان العربي في الإسلام وأهميته في فهم الشريعة ودوره في تقويم العلاقة بين الشعوب الإسلامية. التفاصيل تأتيكم بعد هنيها. هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيفنا الأستاذ زاهد عبد الشاهد، مؤسس جمعية عشاق العربية في باكستان. أهلا وسهلا بكم أستاذ زاهد. تسمعنا أستاذ زاهد؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة أستاذنا. يعني أنت بداية استهلالية في هذا الحديث وأنت مؤسس جمعية عشاق العربية في باكستان، قبل أن نبدأ في صلب الموضوع وسؤالي الاستهلالي والابتدائي متعلق بهذه الموضوع هذه الحلقة، لو تحدثنا عن فكرة جمعية عشاق العربية في باكستان، كيف نشأت هذه الفكرة ولماذا وما أهدافها مجال نشاطاتها؟ أخي الفاضل، أولا أشكركم، أشكر القائمين على هذه القناة الطيبة المباركة، وأخص بالذكر فضيلتكم على إتاحة الفرصة لألقي بعض الكلمات أو بعض المشاعر حول اللغة العربية وخصائصها، وأيضا حول خدمتنا البسيطة للغة العربية لغة القرآن الكريم. فبعد الشكر يعني أود أن أذكر لكم نبذة بسيطة أو خلفية عن جمعية عشاق العربية. فهي يعني تأسست عام 2010، وقد كانت في البداية هي لجنة طلابية جاءتنا فكرة بأن نخدم اللغة العربية حسب قدراتنا وحسب ما يمكننا. فجمعنا بعض الطلاب وقلنا لهم لابد من الاهتمام باللغة العربية من خلال بعض النشاطات، وأهمها مثلا إرسال الرسائل باللغة العربية، لوحات التي يهتم بها الطلاب، لوحات جدارية، مجلات جدارية بعناوين مختلفة التي تحبب الطلاب الآخرين الذين هم لا يقدرون على التكلم باللغة العربية. فمن خلال هذه اللوحات ومن خلال هذه المجلات نحبب إليهم اللغة العربية. فهذه كانت الخطوة الأولى، ولكن بحمد الله في بعد عام عامين كوننا نظام أساسي مع بعض الأهداف ووسعنا النشاطات، وبالتالي أصبحت جمعية عشاق العربية، وبعد ذلك أصبح تتوسع يعني نشاطاتنا خارج المدرسة وخارج الجامعة، حتى في بعض المدارس الأخرى والمعاهد الأخرى ومراكز اللغة العربية التي تعنى باللغة العربية. فقربناهم إلينا وطرحنا الفكرة، ومن بينها يعني قامت دورات اللغة العربية، دورات خاصة في الإجازات، دورات اللغة العربية، وأيضا من بين الفعاليات التي نهتم بها خلال هذه السنوات هي الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية، وأيضا من بين الفعاليات التي نهتم بها مسابقات ثقافية مختلفة يعني في مجال الخطابة، في مجال الأناشيد، في مجال المحتوى العربي بشكل عام. يعني بهذه الطريقة الحمد لله استطعنا أن يعني من خلال التواصل، المواقع التواصل الاجتماعي، أن نوصل أفكارنا
والحمد لله أن جمعية مشاق العربية أصبحت اليوم لها سمعة طيبة في داخل باكستان وخارج باكستان، طيب وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب بوركت جهودكم أستاذ زاهد، أنا أريد أن أسألك سؤالا مركبا. أول شيء، كيف ينظر الباكستانيون بمختلف قومياتهم وشعوبهم في الدولة الباكستانية، كيف ينظرون إلى اللغة العربية، وما مستوى الاهتمام الباكستاني فيها حكومة ونخبا وشعبا؟ والله السؤال جميل ويحتاج إلى يعني برنامج كامل وحلقة كاملة، لكن يعني أحاول أن ألخص وأقول يعني باكستان أنشئت باسم الإسلام كما تعرفون، وأصبح اسمها جمهورية باكستان الإسلامية، ومن أجل الإسلام ومن أجل يعني أن تكون دولة كدولة المدينة المنورة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل خدمة الإسلام و يعني رفع شوكة الإسلام. فباكستان أيضا نشأت لهذا الغرض، وأيضا موجود من في 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 دستور باكستان أن القرآن هو دستور باكستان، وأن الدستور الباكستاني ينص على أن يشجع تعليم اللغة العربية، هذا موجود في الدستور. وأيضا الحكام بالنسبة يعني دور الحكومة، ففي البداية يعني هناك كان تشجيع كبير من قبل الحكومة أن تكون اللغة الرسمية هي اللغة العربية، لأن هناك تأثير كبير للغة العربية على اللغة الأردية، فنجد تقريبا فوق 30% من الكلمات الموجودة في اللغة الأردية هي من اللغة مستوحاة من اللغة العربية، وأيضا الحروف الهجائية كلها اللي في اللغة العربية هي موجودة في اللغة الأردية مع إضافات بعض الحروف الأخرى، وهناك يعني كلمات ومصطلحات كثيرة موجودة داخل اللغة الأردية هي من اللغة العربية. طيب أين المشكلة؟ المشكلة هي أننا يعني نقول أننا نحن كأهل العلم ما ربطنا الإسلام باللغة العربية ارتباطا قويا، وجعلنا اللغة العربية مجرد مفتاح لبعض العلوم، ومثلا يعني فهم القرآن طيب. والسنة أستاذ زاهد، يعني أرجو المعذرة عن المقاطعة، ربما موضوع ربط اللغة العربية بالشريعة وبفهم الإسلام ربما نخصص له بعد ذلك محور بعد الفاصل محورا كاملا، لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل وقبل أن نصل إلى هناك أريد أن ألمس منك، هل لديكم إحصائية تقريبية عن حجم ومستوى وأعداد الداخلين للاهتمام باللغة العربية الناطقين بها في باكستان من الباكستانيين؟ شكرا. طيب أريد أن أقول إجابة عن هذا السؤال أن هنا يعني في داخل باكستان إذا نقسم الجامعات، أولا ننظر من الجانب الأكاديمي، فالجامعات والمدارس الموجودة في باكستان هي بعضها حكومية وبعضها أهلية، فأولا إذا ذهبنا إلى الأهلية فننظر هناك يعني مؤسسات مختلفة والاهتمام فيها باللغة العربية اهتمام كبير. مثلا أعطيكم مثالا لمؤسسة وفاق المدارس العربية، وهي مؤسسة ل يعني أهل السنة والجماعة والأحناف، وإذا نخصص أكثر نقول ديوبند، فلو رأينا ينتمي إلى هذه المؤسسة فوق 20,000 مدرسة في داخل باكستان، وكلها اسم وفاق المدارس العربية، فالنظام فيها باللغة العربية، والطلاب الذين يأتون ويلتحقون بهذه المدرسة هم يأتون من أجل حبهم للغة العربية ومن أجل علاقتهم باللغة العربية. خذ مثال رابط المدارس السلفية، خذ مثال للمدارس الأخرى، وأيضا هناك مؤسسات أخرى تعني تعنى باللغة العربية. وأيضا إذا ذهبنا إلى الجامعات فانظر في الجامعة الإسلامية فيها كلية الشريعة والقانون، كلية الأصول الدين، كلية اللغة العربية، والطلاب يعني في الآلاف في هذه الجامعة الوحيدة. إذا بلا جامعة العلامة إقبال، إذا بلا جامعة الوطنية للغات الحديثة، وهناك جامعات ومؤسسات أخرى
فهذا من جانب الأكاديمي. وأما لعامة الناس لو ذهبنا فأيضا هم الرغبة كبيرة، والسبب هناك أن اللغة العربية هي لغة عالمية، لغة معترف بها لدى الأمم المتحدة كلغة رسمية، وفوق كل هذا إنها لغة القرآن الكريم، والناس يحبون أن يفهموا يعني ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، لا يريدون فقط القراءة بل يريدون أن يفهموا. وكثير منهم يعني حتى لما يستمعون في رمضان يستمعون للتراويح في الحرمين الشريفين فيتساءلون يعني لماذا الفلان يبكي، ونحن أيضا نريد أن ننال هذا الخشوع وهذا الفهم للقرآن الكريم. فالرغبة كبيرة جدا، وهناك عوائق وهناك مشاكل، لكن مع ذلك يعني الإقبال متزايد ولله الحمد. جميل. طب أستاذ زاهد، أنت أصلا من المسلمين الناطقين بغير اللغة العربية، غير أنك تعلمتها وأتقنت التحدث بها، بما أنك تتحدث أكثر من لغة، لو تحدثنا عن الخصائص التي اكتشفتها في أثناء دراستك للغة العربية مستفيدا من خبرتك واطلاعك على أكثر من لغة. والله اللغة العربية لغة يعني يعجز القاموس وتعجز القواميس كلها أن تصف هذه اللغة، اللغة التي هي يعني فريدة في كلماتها وفي وجمال وجمالها ويعني بلاغتها ودقة مفرداتها ووسعة يعني كلماتها، المترادفات كثيرة والمشترك فيها كثير. وقدم هذه اللغة، اللغة العربية هي يعني قديمة لدرجة أن يعني الواحد يعني الفرق الذي لاحظته في هذه اللغة، اللغة العربية، أننا إذا نرجع حتى للأردية القديمة التي هي يعني ليس لها أكثر من قرن قرنين، عمرها يعني قليل جدا، لكن لو نذهب إلى في التسعينات في القرن الماضي فننظر أن اللغة هي غير اللغة التي نستعملها اليوم. لكن لما نقرأ إبراهيم القيس، نقرأ زهير، ونستمع لقصائد ميت بن أبي الصل، ونقرأ لعنتر، ونقرأ الطرفة، ولهؤلاء الشعراء والشعراء الإسلاميين ثم العباسيين وإلى يومنا هذا، فنرى أن اللغة هي نفسها، وأن نفس الاشتقاق، نفس المادة، نفس البلاغة، نفس الوضاحة. فاللغة العربية هي دائما كما يقول البلاغيون هي شابة، لا طفولة لها ولا شيخوخة لها، وهذا ما تتميز به اللغة العربية. نعم، حقيقة ما تفضلت بذكره أستاذ زاهد ينطبق أيضا على كثير من اللغات، منها اللغة الإنجليزية التي كتب بها شكسبير، ربما تكون مختلفة بدرجة كبيرة عن اللغة التي بين أيدينا. الآن أختم معك هذا المحور، ثمة من يقول بأن اللغة وما تحويها من قيم ورسائل تؤثر في ناطقها، إلى أي مدى أنت في الجانب الذي يقول أن اللسان العربي يترك أثره في من يتحدث به، سواء كان هذا المتحدث به عربيا أم أعجميا، إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية، وكيف يؤثر اللسان العربي في الناطق به؟ لا شك هذا الكلام، يعني الواحد لما يهتم باللغة فيتأثر بها وبحضارتها وثقافتها وتقاليدها، فكذلك اللغة العربية، من يهتم باللغة العربية ويحرص عليها ويعني يقرأ الكتب العربية ويتحدث مع العرب ويتحدث مع من ينطق باللغة العربية ويقرأ كتاب الله وكل العلوم التي هي من الحديث والفقه وأصوله والبلاغة والعلوم الأخرى، هذه كلها باللغة العربية التي يهتم بها ويحرص عليها، وهو يعني يكرس حياته في سبيل هذه العلوم، فلازم أن يكون أثره في حياته. وطبعا يعني يحب العرب ويحب يعني تقاليدهم ويحب
يعني الحضارة، حضارة العرب، ويحب يعني كل ما ينتمي إلى اللغة العربية والحضارة العربية والثقافة العربية. نعم، سنتحدث بعد الفاصل عن العلاقة بين اللغة العربية وعلوم الشريعة، سواء كان الكتاب أو السنة، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا وسهلا بكم، أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث عن اللغة العربية ودورها في فهم الشريعة الإسلامية. وحديثنا اليوم مع الأستاذ زاهد عبد الشافي، مؤسس جمعية عشاق العربية في باكستان. أجدد الترحيب بكم أستاذ زاهد. ماذا يمكن أن تحدثنا عن العلاقة بين 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 اللسان العربي وبين فهم الشريعة الإسلامية بالجملة؟ لا شك أن اللغة العربية هي مفتاح الكتاب والسنة، ويعني مفتاح العلوم الشرعية كلها، لأن اللغة العربية هي لغة الكتاب، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة الفقهاء، لغة الفقه والأصول والتفسير وكل العلوم العقلية منها والنقلية. فلا شك أن اللغة العربية هي كانت لغة العلوم كلها، حتى يعني أن العصور الوسطى، بعد ذلك تم الترجمة ونقلت العلوم إلى اللغات الأوروبية، ويعني وهذا التاريخ. المهم يعني في اللغة العربية هي مفتاح هذه العلوم، ولذلك إذا أردت أن تتقن التفسير فعليك باللغة العربية، إذا أردت أن تتقن الحديث فعليك باللغة العربية، إذا أردت أن تتقن أي علم آخر سواء الفقه وأصوله، فكل هذه العلوم تحتاج إلى أن يكون الداخل في هذه العلوم والراغب في هذه العلوم أن يتقن اللغة العربية. أقوال كثيرة في هذا الموضوع، إمام مالك يقول يعني لا بد أن يكون من يفهم الشريعة، لا بد أن يفهم اللغة العربية. الإمام الشافعي يقول ظليت أتعلم علوم اللغة العربية 20 سنة حتى أتقن الفقه. والشافعي أيضا يقول الشريعة يعني تريد أن تتقن الشريعة فلا بد أن يتقن اللغة العربية، مهما تقويت العربية كلما أتقنت العربية أتقنت العلوم الشرعية. يعني أريد أن تحدد أستاذ زاهد، يعني لو تحدد لنا طبيعة الارتباط يعني بين اللغة، بين لسان العربي وبين فهم الشريعة، بمعنى صور البيان وصور البديع، مثلا التراكيب، قضية النحو، كيف يمكن أن تكون هذا اللسان سببا في فهم الشريعة وغايتها وأصولها ومقاصدها من خلال الوحي كتابا وسنة؟ هناك أستاذ الكريم نماذج كثيرة، مثلا يعني في تفسير قوله تعالى الخيط الأبيض من الكسمس في الصيام، ففي شرح، ففي فهم هذا المعنى، ففي فهم هذا المعنى، حتى أحد الصحابة أخطأ في فهم هذا المعنى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقصد من الخيط الأبيض الفجر والخيط الأسود الليل، فهذا أيضا يعني موضوع في اللغة العربية. أيضا هناك مثال آخر، أو يأخذهم على تخوف في سورة النحل،
عمر رضي الله عنه تشكك نوعا ما في معنى هذا، انه هل هو تنقص او معنى اخر، فقال اريد ان استفسر اهل العلم في هذا المجال. فقام احدهم في المجلس وهو كان من قبيله خزيل، فقال يعني نحن لذيل نقول تخوف للتنقص، اعتمد هذا الوالد بناء على لغه خزيل. وايضا هناك امثله من الوحي وامثله كثيره في العلوم الاخرى. نعم، طيب ما مقدار ما يحتاجه الفرد المسلم سواء كان عربيا أم أعجميا من اللسان العربي حتى يستقيم فهمه للشريعة؟ سؤالي هو عن المقدار الذي يحتاجه كل فرد مسلم سواء كان هذا الفرد عربيا أو أعجميا، سواء كان عربيا أم أعجميا، ما يحتاجه من مقدار من اللسان العربي حتى يستقيم فهمه للشريعة وينضبط ويصح؟ يعني الفقهاء يقولون لا بد أن يفهم الواحد أو يفهم الواحد اللغة العربية لدرجة أنه يفهم الحلال والحرام، وأنه يعرف ما يخص الصلاة وبعض الأمور التي تتعلق. الذي قصدته معذرة أستاذي، الذي قصدته من السؤال يعني كل فرد مسلم سواء كان هذا الفرد عربيا أم أعجميا، ماذا يحتاج قدر من اللغة العربية؟ يحتاج إلى مثلا قدر من النحو والصرف والبلاغة والبديع وإلى آخره، حتى ما القدر الذي يحتاجه حتى ينضبط فهمه للشريعة، حتى يفهم أصول الآيات في القرآن التي تحض على الشريعة، التوحيد وكذلك أصول الأحكام؟ بالنسبة لهذا السؤال لا أستطيع أن أحدد يعني نسبة خاصة وأقول أنه يفهم هذا. كلما ازداد إتقانه في أي فن ازداد فهمه للشريعة. نعم. طيب أنا سأنقل لك ما قاله ما قاله الإمام الشافعي في حديث قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. السؤال الذي أبنيه على مقالة الإمام الشافعي أنه هذا الكلام ربما مرتبط بمهامك كمدير ومؤسس لجمعية عشاق العربية، هل من ضمن جدول أعمالكم ونشاطاتكم في الجمعية تعميم اللغة العربية ونشرها بين الشعب الباكستاني ضمن هذا الفهم الذي حدده، يعني ليس فقط لنشر اللغة العربية لذاتها وإنما لفهم الشريعة وتعميق حضورها في وجدان الشارع الباكستاني، الإنسان الباكستاني المسلم؟ يعني تحديدا لهذا الامر، يعني لهذه الفلسفه ولهذا الهدف، فهناك مدارس وجامعات كثيره تعمل من اجل هذا في هذا الجانب. صحيح في هذا الجانب. الناقص هو كيف يتحدثون اللغه العربيه، كيف يتواصلون مع العرب، كيف يجيدون اللغه العربيه نصحاً وتحدثاً وكتابةً. فلذلك نحن ركزنا على هذا الجانب، وإن من أهدافنا هذا الهدف أيضاً، ولكن هذا الهدف يعني هنا تتقدم في السوق. نعم تفضل أسمعك. هل الصوت واضح؟ نعم أسمعك تفضل. طيب كنت أقول أستاذ الفاضل أن هذا الهدف لا شك أنه هدف نبيل وهدف منشود، وهو ضمن أهدافنا، لكن لم نركز عليه لأن هذا يعمل عليه الكثير من المراكز المؤسسات الدينية، هي تركز على هذا الجانب فقط. لذلك نحن نركز على التحدث والكتابة ويعني الجوانب الأخرى التي أهملت. نعم.
طيب، بالرغم من أهميتها وفرضية تعلم حد أدنى من اللغة العربية حتى يعني يفهم المسلم شريعته ويفهم دينه ويفهم التكليف من الله سبحانه وتعالى، بالرغم من كل ذلك فإن اللغة العربية غير منتشرة بالقدر الكافي في الدول الإسلامية غير العربية، ما السبب برأيك أستاذ زاهد؟ والله الأسباب كثيرة، ولكن إذا أردنا أن نلخص يعني أنا لا طبعا أنا بروسيا أنا أرغب في أن أستمع منك إلى بسط في هذه الأسباب، ربما لا تحتاج إلى أن تلخص، يمكنك أن تتوسع لأن هذه قضية مهمة. صحيح، لا شك في ذلك. الإهمال أيها الأستاذ الكريم في الدرجة الأولى، يعني أنا أقرأ لكم ما كتبه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله وهو عربي، لأنني أنا لا أجرأ على أن أخاطب العرب وأحرضهم على نشر لغتهم في البلاد الإسلامية، من أنا؟ لكن يعني فقط أنا أقرأ لكم ما كتبه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وهو أديب الفقهاء وفقيه الأدباء، وهو من هو يعني في ميدان اللغة العربية. فهو يقول ما لنا نهمل لغتنا وهي أكمل اللغات وأشرفها وهي أوسعها وهي أبلغها، فيا أيها العرب عودوا إلى العربية فتعلموها وحافظوا عليها وانشروها وأخلصوا لها، فإن من العار علينا أن تكون لنا هذه اللغة ونضيعها، من العار علينا أن يصل هذا الفن إلى أيدينا وأن نفرط فيه. يا أيها العرب لغتكم لغتكم يا أيها العرب. وهو يختم هذه الكلمة، هو بدأ في البداية بقصة يعني يحكي قصة أحد الكتاب فرانس جورج، وهو الذي يقص فيها حينما غلب على بلاده الألمانيون واحتله الألمانيون، ثم يعني آخر درس قدمه للطلاب قال فيه أصغوا لي يلقي عليكم الدرس الأخير باللغة الفرنسية، وقال أقعد أنا لا أعنفك ولا أعاقبك، ولكن اعلموا يا أولادي أنكم أضعتم بلادكم وسلمتموها إلى عدوكم بإهمالكم لغتكم. ثم ساق يعني قصص وأحاديث، فهو طبعا زار باكستان، زار مدينة كراسي ورأى إقبال الباكستانيين للغة العربية، ورأى اهتمام بعض وزارة المعارف السورية باللغة العربية، ولكن مع ذلك هو رأى أنه كان من واجب البلاد العربية الاهتمام أكثر حتى تصبح اللغة العربية اللغة الرسمية في باكستان، لأن وكان من الصعب أن تصبح اللغة الأردية أو اللغة يعني الهندية في بلاد في الهند أو في بنغلاديش التي يعني استقلت فيها بعد، كان صعب أن تكون هذه اللغات هي اللغة الرسمية، لذلك كان الفرصة هناك متاح أمام اللغتين الإنجليزية والعربية، فحول الإنجليز وبالتالي أصبحت اللغة الإنجليزية هي الرسمية. وهو يعني يشكو من السفراء والبلاد العربية أنهم لم يهتموا بهذا الجانب، وإلا لكانت العربية هي اللغة الرسمية، لأن اللغة العربية مؤثرة جدا في اللغة الأردية، وهناك كلمات وهناك يعني تأثير كبير في اللغة العربية من ناحية الكتابة، من ناحية النطق، من ناحية الكلمات، ومن ناحية حتى الثقافة، إذا أخذنا يعني الثقافة أقرب إلى العرب وليس إلى الإنجليز أو إلى الغرب. وأيضا من أسبابها نحن الذين نسمي أنفسنا طلاب علم أو أهل العلم، نحن فقط ركزنا على جانب واحد وهو ماذا؟ فهم الكتاب، بمعنى فهم شرح الكتاب، نترجم آيات القرآنية ونترجم الحديث، نترجم الفقه، نترجم الأدب. يعني الأدب عندنا للأسف يدرس بالترجمة، مقامات حريري نترجم ونأخذ اللغة باللغة معناه هذا ونكتفي بهذا، بدل أن نفهم ما هي المقامات، بدل أن نفهم الحماسة ما فكرتها، ما هو متنبي، من متنبي، وفي أي عصر كان، ما هي الأصول الأدبية.
يعني إذا بدل أنكم هذه بهذه الطريقة فقط نترجم دول المتنبي، نترجم دول الحماسة، نترجم المقامات، ونترجم الفقه العصولي، كل الفنون هكذا. يعني أصبحنا نكتفي بالترجمة ولا يعني كاننا نكتفي ناخذ بالقشر ونترك اللباس، اللب هذا والأصل. فهذه المشكلة حتى فينا في أهل العلم. والمشكلة الأولى كما ذكرت يعني الإهمال من جانب العرب ومن جانب السفارات العربية في البلاد الإسلامية. نرجو يعني ونأمل منهم أن يبذلوا جهود كبيرة حتى والميدان لهم، فقط يحتاج إلى يعني أن يركزوا على هذا الجانب ويهتموا ونالهم هذه اللغة. طيب، الإرث الثقافي الإسلامي جله محفوظ باللغة العربية، باللسان العربي. سؤالي هو يعني هنا يجدر السؤال عما أضافه هذا الإرث الثقافي الهائل الإسلامي المحفوظ في اللغة العربية عقيدة وأدبا وتاريخا وفقها. ماذا أضاف اللسان العربي هذا التراث كله؟ والله السؤال غير واضح حقيقة. أنا أعاني من المشكلة ذاتها أستاذ زاهد، فنحاول أن نعيد السؤال. قلت إن الإرث الثقافي الإسلامي محفوظ جله في اللغة العربية، هذا الإرث الثقافي الهائل عقيدة وأدبا وفقها وتاريخا، ماذا أضاف للسان العربي؟ كيف انعكس على اللسان العربي في ذاته؟ يعني إذا لازل كم فهمت السؤال لكن أحاول. يعني هناك ارتباط كبير بين العلوم، هذه العلوم وبين اللغة العربية. فلا شك أن هذا التراث الإسلامي، التراث الموجود باللغة العربية، هذا أفاد اللغة العربية، أفاد اللسان كثيرا. وبالتالي نحن في البلاد الإسلامية وغيرها كلهم الآن يدرسون العربية من أجل هذا التراث، يعني لأجل أن الكتاب، لأن ابن البخاري ومسلم وفي الفقه وأصوله، الكتب كلها موجودة باللغة العربية. وبالتالي حتى لو الواحد لا يرغب في اللغة العربية لكنه مع ذلك يهتم بقراءة هذا الترث الثقافي. ولذلك على الأقل هو إن لم يكن تحدثا لكنه يكون لديه من يعني كثير من الكلمات والمقولات باللغة العربية. أيضا خذ مثال يعني القرآن الكريم، جميع المسلمين أو نقول أغلبهم يقرؤون القرآن ويتلون القرآن، والبعض منهم أيضا يقرأ مع الترجمة. وهذا وإن لم يتحدث باللغة العربية جدا لكنه مع ذلك أيضا الحمد بمعنى ماذا لله، الله رب العالمين، رب ماذا يعني، وهكذا دواليك. نعم، وصلنا إلى الحديث هذا. بعد الفاصل سنتحدث عن دور اللغة العربية في تقويم العلاقة وربط العلاقة بين الشعوب الإسلامية، وما واجب كل مسلم تجاه لغته، لأن اللغة العربية ليست لغة العربي وحدهم وإنما لغة وحدهم وإنما لغة المسلمين جميعا. نذهب إلى وقفة أخيرة ومن ثم نكمل هذه الحلقة إن شاء الله. أهلا بكم أستاذ زاهد. ربما إحدى أهم خصائص اللغة العربية أنها ليست لغة عرقية أو عنصرية خاصة بالعرب دون غيرهم، بل هي لغة عالمية بمعنى تشمل العالم الإسلامي بأسره كل المسلمين. انطلاقا من هذه الخصيصة،
برأيك كيف أسهمت اللغة العربية في تطبيع العلاقة بين الشعوب الإسلامية، في تحديد نمط وطبيعة هذه العلاقة بين الشعوب الإسلامية؟ شكرا. يعني قصدكم ما دور اللغة العربية في تعزيز العلاقة بين الشعوب الإسلامية؟ صحيح هذا السؤال؟ نعم دور اللغة يعني أنا سأعيد السؤال عليك أستاذ زاهد، وسأحاول أن أتلو السؤال بشيء من البطء. اللغة العربية من إحدى أهم خصائصها أنها ليست حكرا على العرب، ليست لغة عنصرية ولا لغة قومية، وإنما هي لغة المسلمين جميعا. انطلاقا من هذه من هذا الطابع لهذه اللغة، كيف أسهم اللسان العربي في تحديد طبيعة العلاقة بين الشعوب المسلمة كلها، عربي وباكستاني وهندي وإفريقي وغير ذلك؟ يا كلام يعني كلامكم من كل يعني طبعا يعني في محله من تحدث بالعربية فهو عربية. نعم. فاللغة العربية لغة كل من يتحدث بها اللغة العربية. واللغة العربية طبعا هذه اللغة التي من تمسك بها فخلدت ذكره، سيبوه ليس عربي ولكن ذكره مخلد لأجل خدمة اللغة العربية. الفيروزابادي يعني هناك اللغويين العدد كبير، الزمخشري صاحب الكشكات والبخاري ومسلم وكم من المفسرين وكم من الاصوليين، هؤلاء كلهم يعني ليسوا عرب ولكنهم ركزوا على اللغه العربيه. حتى الزمخشري يعني في مقدمه الكشاف يعتز بكونه باهتمامه باللغه العربيه، ولانه يعني باهتمامه باللغه العربيه هو يعتز بذلك وقد صرح بذلك في الكشاف. المقصود من كل هذا أن اللغة العربية لكونها لغة الإسلام ولغة المسلمين هي يعني عززت العلاقات بين الشعوب الإسلامية. دخل الإسلام دخل الإسلام في الهند فدخلت معه اللغة العربية. في البلاد الأخرى في مصر أصبحت مصر يعني في أفريقيا هذه الدول ليبيا مصر تونس والبلاد الأفريقية عددهم كبير يعني كلهم أصبحوا بلاد عربية بعد دخول الإسلام بعد دخول العرب إليه. وحتى يوم هذا فهناك العلاقة تزداد يوما فيوما من أجل هذه اللغة ومن أجل القرآن ومن أجل هذه العلوم ويعني هذه اللغة الحديثة. طيب الآن المسلمون مشتتون في دول وأقطار كثيرة تحكمها أنظمة سياسية مختلفة التوجهات، بما أن اللسان العربي هو آلة المسلمين جميعا، آلة العبادة عند المسلمين جميعا، كيف لهذا اللسان أن يسهم في جمع المسلمين وفي البعث الإسلامي الجديد، تحقيق نهضة إسلامية جديدة تكون جامعة لكل الشعوب الإسلامية؟ هل لديك تصور لهذا الدور بالنسبة للسان العربي؟ سؤال يعني سؤال جميل جدا، قد لا استطيع ان ارد عليه ردا علميا واجابه علميه مقنعه لكن احاول. فاللغه العربيه في هذا العصر عصر العولمه وهي لغه رسميه لدى الامم المتحده، يجب على المسلمين ولا سيما العرب ان تفضل ان يهتموا بهذه اللغة والابتعاد عن والتجنب عن اللهجات العامية، وان يوحدوا اللغة لغة القرآن، وان تكون اللغة هي وحيدة الفصحى
وأن تكون مجامع اللغة، مجمع اللغة العربية، والمؤسسات المجامع والمؤسسات المراكز هذه كلها في صف واحد بنيان مرصوص. وأن يعني كما قال يعني حافظ إبراهيم، كيف تحدث هذه اللغة أن تأتي يعني كلمات والمصطلحات لهذا، وهي في لغة القرآن استطاعت أن تأتي بمثل هذه الكلمات المعجزة، عجز عن إتيان مثله الفصحاء البلغاء، فكيف لهذه الكلمات والمصطلحات الجديدة؟ المشكلة هنا عندنا، المشكلة لدينا، لا نستخدم الإعلام ولا نستخدم ونعجز عن أن نتداول الكلمات والمصطلحات والمفردات، وبالتالي فاللوم ليس على اللغة بل على أهلها، علينا نحن وعلى أصحاب هذه اللغة. فلذلك على البلاد العربية والبلاد الإسلامية أن يوحدوا صفوفهم وأن يعودوا إلى ما كنا عليه في العصر العباسي والعصر الأموي وقبله والعصر الخلفاء الراشدين، ونتمسك بالكتاب والسنة وأحكام الكتاب والسنة، ونلتزم باللغة العربية الفصحى، وإن شاء الله تكون النهضة ويعود المجد. طيب أنت تحدثت بالجملة عن دور الحكومات ودور النخب والمؤسسات، لكن لدي سؤال عن موضوع واجب كل فرد مسلم، العوام، الناس العوام، سواء البائع أم الفران أم الموظف أو حتى أستاذ الجامعة، طالب الجامعة، ما واجب كل مسلم اتجاه هذه اللغة التي هي بالنهاية لغة العبادة بالنسبة لجميع المسلمين؟ والله على الأقل على كل مسلم، كل من يصلي، كل من يعبد الله سبحانه وتعالى، كل من يذكر ربه، لا بد أن يعرف ماذا يذكر، ماذا يقول، يعني ماذا معنى سبحان الله، ماذا يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ماذا يقصد يستغيث، أم يقول فقط هكذا، ولما يقوم للصلاة الحمد لله رب العالمين ما معنى، ما ترجم سورة الفاتحة على الأقل السور القصيرة هذه، لا بد أن نعرف معناها، نتدبر في الآيات وهذا مطلوب، تدبروا، فليتدبروا، تدبر في الآيات مطلوبة، فكيف لا نتدبر في هذه السور وفي هذه الآيات وفي هذه الأذكار وفي الصلاة وفي الذكر وفي كل هذه التي نعتم بها في اليوم أكثر من مرة، 5 مرات نصلي، كم مرة نسجد وكم مرة نقوم ونركع ونذكر ونتلو آيات الله، فلماذا لا نتدبر ولا نفكر كبائع، كمهندس، كطبيب، كرجل أعمال، كمدرس، كأي شخص عادي، علي كمسلم، كإنسان، كبشر، أن أفهم ما أقوله وأنطق به. وهكذا يعني إذا بدأنا نفكر من هذا الجانب بإذن الله تعالى يعني اللغة العربية تنتشر أكثر. على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكلنا راع. نعم، أريد أن أعود معك عودا على بدء أستاذ زاهد إلى باكستان. كيف ترى وأنت يعني مؤسس جمعية ولك نشاطات واسعة في الداخل الباكستاني لنشر اللغة العربية، كيف ترى مستقبل اللغة العربية في باكستان انتشارا، تعلما، إقبالا عليها؟ والله الإقبال إقبال متزايد، ولكن الإهمال من جانبنا، الإهمال من جانب العلماء، اترك السفراء والبلاد العربية واترك هذا، خلي بجانب. المشكلة عندنا نحن الذين ننطق اللغة العربية في الآلاف، بل في العدد الكبير، العدد في تزايد. تخيل أنه فقط من نطاق المدارس العربية يتخرج فوق 20,000 فقط 25,000 سنويا، فهؤلاء كلهم يدرسون 10 سنوات باللغة العربية، كل كتاب في التفسير في المقررات كلها باللغة العربية، الإمام الذي يعين، الخطيب الذي يعين، كلهم باللغة العربية يدرسون ويلتزمون يعني يقرؤون المواد كلها، لكن
الوعي ما في، ما في الوعي. لماذا لماذا السلف، لماذا من وضع هذه المقررات وهذه المواد، لماذا جعلها باللغة العربية؟ ما عندنا كتاب واحد باللغة الأردية أو باللغة الإنجليزية، كل المقررات باللغة العربية في ميثاق المدارس. وخذ رابطة المدارس والسلفية، وخذ أيضا الإخوة البرلمانية، وخذ أيضا الجماعات الجماعة الإسلامية. لكن أنا أركز في ميثاق المدارس لأنني أعرف عنها جملة وتفصيلا، وأعرف أن كل المقررات فيها باللغة العربية. فما دور ميثاق المدارس العربية وما دور المدارس الموجودة هنا بالرغم من وجود هذه المقررات باللغة العربية، وبالرغم من أن اسمها أيضا ميثاق المدارس العربية، لماذا الإهمال؟ لماذا هذا الإهمال؟ ينبغي أن يكون هذا الوعي، وأن نعود إلى العربية من جديد، وأن نفكر أين كان سلفنا وأين نحن، ولما وضعوا هذه المقررات بهذه اللغات. فنفكر في هذا الجانب، ويعني نعترف بالإهمال والتقصير، ومن ثم يمكن أن نحيي اللغة العربية. لا أقول أن هو ليس هناك من لا يعني يحيي اللغة العربية، أساتذتنا كلهم يعني الذين شجعونا أو لا أساتذتنا، وهناك مراكز هناك معاهد، أنا أعترف بكل هذا، لكن نريد أن يكون الدور أكبر من هذا، وأن المخرجات تكون أكبر. وإن شاء الله لو لم يهملوا هؤلاء الناس مستعدون، وإلا فالناس يعني هناك لوبيات أخرى تعمل، هناك يعني الكثير لا يريدون أن تكون اللغة العربية هنا يعني دورها، لا يريدون أن يكون للدين دوره وكيف للغة العربية. نعم. لذلك كلما أهملنا اللغة العربية فكأننا أيضا نهمل في إحياء الإسلام وفي يعني مجدنا يعني. طيب. مكد هذا المجد. طيب. مكد. طيب أستاذ زاهد، يعني سؤالي الأخير هو ماذا يمكن أن تقول في دقيقتين عن موضوع الحلقة مما لم يرد السؤال عنه في طياتها في دقيقتين؟ نعم يعني في آخر دقيقتين ما الذي يمكن أن تريد أن تقوله عن موضوع الحلقة مما لم تسأل عنه في هذه الحلقة، وهو سؤال حر في موضوع الحلقة؟ كأنكم قد سئلتم ما شاء الله، أسئلتكم جميلة وأفكاركم جميلة، وإن شاء الله كلنا من خلال هذه البرامج من خلال هذه الحلقات إن شاء الله يعني هذه أيضا يعني خدمة اللغة العربية وتحليل الناس ودعوة الناس إلى اللغة العربية. لكن أريد أن أشير إلى أن الإعلام ينبغي أن لا أقول ينبغي يجب على الإعلام أن يؤدي دوره. نعم. يجب على وسائل التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي نستخدمه في صالح اللغة العربية، المحتوى العربي هذا مطلوب. فيعني علينا جميعا سواء كنتم في تركيا أو في دول الخليج أو الإخوة العرب الأشقاء في مصر في بلاد أخرى، أن يكون هناك شبكة بحيث لا نفرق بين هذا وذاك. اللغة العربية بعد الإسلام وبعد كلمة لا إله إلا الله كما قال تعالى بها، من أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية. نعم. فهناك ارتباط بين هذه الأشياء كلها، فنحب الكتاب، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الشريعة، فكيف لا نحب العربية؟ نحب العربية، نحب العرب، نحب هذا كلنا نستمع ونوقف سجوفنا ونستخدم كل ما يمكننا في عصر العولمة، كلنا نستخدم لمصلحة اللغة العربية. أشكرك شكرا جزيلا. نعم. أشكرك أستاذ زاهد، أشكرك وهي دعوة غيور، أشكرك شكرا جزيلا ولا فضفوك على هذه المشاركة الطيبة. في ختام هذه الحلقة أشكر الأستاذ زاهد عبد الشاهد مؤسس جمعية عشاق العربية الباكستانية. شكرا لكم مشاهدين الفاضلين على كرم المتابعة، في حراسة الله تعالى. السلام عليكم.